مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث. سنناقش فيها مستجدات المحادثات الجارية حاليا في الكويت بين وفد الحكومة والميليشيا. كل يوم تزداد الصورة وضوحا، لم يذهب وفد الميليشيا إلى الكويت لغرض العودة بالسلام. اليوم الخامس ولا تزال المحادثات تراوح مكانها، بل وأصبحت على بعد خطوة واحدة من الفشل إن لم يتم إنقاذها. طوال الخمسة الأيام الماضية كانت الميليشيا تعرقل كل المقترحات التي تسعى لتهيئة الأرضية المناسبة للشروع في مناقشة جدول أعمال اللقاء الذي لا يزال وفد الميليشيا حتى اللحظة يرفضه ويمتنع عن الخوض في كيفية تنفيذه. وزير الخارجية المخلافي أشار في بيان على صفحته إلى أنه وفريقه في الكويت لا يزالون يتحلون بالصبر في مواجهة التعنت الذي يوشك على إفشال الجولة من المفاوضات والتي تبدو حاسمة وما بعدها مفتوح على احتمالات أسوأ لا شيء فيها سوى الحرب. وهو نفس الأمر الذي عاد ليؤكد عليه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حين تحدث عن ضيق الخيارات التي باتت تسلكها الأزمة اليمنية مع استمرار رفض الميليشيا لأي من الاقتراحات الرامية إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة. مصير محادثات الكويت بعد خمسة أيام من الإخفاق في تحقيق أي تقدم سيكون محور نقاشنا هذا المساء، لكن بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. في اليوم الخامس لمحادثات الكويت يبدو الفشل قريبا أكثر من أي وقت مضى. وفد الميليشيا الذي لا يزال يرفض حتى اللحظة الشروع في المحادثات كان قد انسحب من الجلسات، ثم عاد مطالبا بمهلة للتشاور مع قيادته في صنعاء تجيز له الاستمرار أو الانسحاب النهائي من المحادثات. مصادر في الكويت أكدت أن النقاشات تراوح مكانها فيما يتعلق بجدول الأعمال، واقتصرت الجلسات حتى الآن على مناقشة خروقات وقف إطلاق النار، فيما كان المبعوث الأممي يمنح وفد الميليشيا مهلة لصباح الاثنين للموافقة على جدول الأعمال، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق حتى اللحظة، حيث تشير الأنباء أن ولد الشيخ التقى وفدي الطرفين دون الإعلان عن موعد جديد للجلسة القادمة. ولد الشيخ عاد ليؤكد ما قاله في الجلسة الافتتاحية أن اليمن بين خيارين، إما البقاء في الحرب أو تقديم التنازلات لأجل السلام، لكنه هذه المرة كان يعنيها فعلا على ما يبدو، مع اعترافي أن هناك فروقات كبيرة في وجهات النظر في مشاورات الكويت. رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي كان واضحا وهو يعدد الإخفاقات التي تتعرض لها المحادثات من قبل الميليشيا، مشيرا إلى أن وفد الميليشيا رفض حتى الآن كل الاقتراحات المقدمة لتنفيذ جدول أعمال المباحثات، مؤكدا أن كل نقاشات وفد الميليشيا تدور حول إيقاف غارات التحالف فقط وأنهم غير مهتمين بإنهاء الحرب. ورغم كل ذلك تعهد المخلافي بأن وفده سيبذل كل جهده للوصول إلى حل ينقذ المحادثات من فشل بات قريبا جدا. إذن مشاهدينا، لمناقشة مستجدات المحادثات الجارية في الكويت بين الوفد الحكومي والميليشيا سينضم إلينا من هناك عضو الوفد الحكومي في مفاوضات الكويت الدكتور معين عبد الملك. مساء الخير دكتور. مساء الخير دكتور. خمسة أيام ولم تبدأ المفاوضات بعد، ما الذي يجري بالضبط في الكويت؟ في الحقيقة هي تسعة أيام من التاريخ المفترض لبدء المشاورات. نعم. ما زال الموضوع يراوح مكانه، في هناك ضغوطات للعودة إلى على الطرف الآخر للعودة إلى طاولة المشاورات. كان هناك لقاءات مع المبعوث الخاص مع الولد الشيخ على حدة، والتقى بالفريق أيضا، كان يطرح بعض الأطر العامة حول تطبيق القرار 2216 فيما يتعلق بالانسحابات وتسليم الأسلحة. نعم. ويعني بعض يعني نحاول قدر الإمكان نستعرض بعض الأفكار، لكن لم تلتئم الجلسة العامة أو المشاورات مجددا. هناك اختلاق الأعذار من الطرف الآخر، وأعتقد أنه لا يوجد قرار أو إرادة لديهم أو قرر من بعض قياداتهم. نعم. بالعودة إلى طاولة المفاوضات. نعم. نعم دكتور، لكن ما هي يعني أبرز نقاط الخلاف، وهل هناك مجال لتقديم التنازلات سواء من فريق يعني الوفد وفد الشرعية أو وفد الميليشيا للخروج من هذه الأزمة؟ لا يوجد تنازلات، كان هناك مرونة من الطرف الحكومي في كل ما طرح على الطاولة. مبدئيا لم يكن على جدول الأعمال مناقشة وقف أو تثبيت الأعمال القتالية، لأنه هذا تم النقاش فيه قبل 10 أبريل وأعلنت الهدنة. هناك اختراقات كبيرة من طرفهم على الأرض،
أعلن رئيس لجنة التهدئة والتواصل من طرف الأمم المتحدة العميد هاني أنه لا يوجد غارات جوية، هناك محاولة لاختراق الذراع يوما بعد يوم، صارحناهم وكشفناهم بكل الاختراقات، ومع ذلك لا نضع شرط لذلك. نحن لم نأتي لنقاش فني في موضوع وقف أو تثبيت الأعمال القتالية، نحن أتينا لمشاورات سلام يمنية تتعلق بالقرار 216 ووفق مرتكزات متفق عليها. علينا أن نذكر أنه جدول الأعمال في مدينة بيل جرى نقاشه لشهرين متتاليين ما بين أكتوبر ونوفمبر من 2015 حتى نصل إلى سويسرا، وتم إفشال هذه المشاورات وكانت هامة وكانت بارقة أمل لنا جميعا. تهربوا من جميع الالتزامات الفورية، هناك بنود لا يمكن التهاون فيها. عندما نتحدث عن المعتقلين السياسيين أو المحتجزين السياسيين، هناك إطلاق فوري، لا يجب أن يخلط بموضوع أسرى الحرب والأسرى في المعارك، هذا موضوع آخر. هناك التزامات فيما يتعلق بفتح الممرات الآمنة، ومع ذلك لا يوجد مشكلة في نقاش الإطار العام للقرار 216. نعم، ماذا عن موقف الوفد الحكومي؟ يعني هناك مطالبات من قبل وفد الميليشيا بالقفز على النقاط ويعني الشروع في المشاورات بما يتعلق في يعني العملية السياسية القادمة وتخطي مسألة الانسحاب من المدن وتسليم أسلحة الجيش أو الأسلحة للدولة. ماذا عن موقف الوفد الحكومي إذا كان هذا طرح بالفعل؟ استئناف المسار السياسي هو نتاج طبيعي لإنهاء عملية الانقلاب، ولا يوجد أي إشكالية في نقاش ما هي العوامل أو الدعمات الأساسية لعودة المسار السياسي بعد تطبيق القرار 216، وما هي المكونات وما هي الأطر والهيئات التي يتم فيها النقاش حول استكمال المسار السياسي. نحن واضحون فيما يتعلق بالمشاورات على أسس تطبيق القرار، ولا يوجد مشكلة أيضا من جانبنا لنقاش ما هي محددات استئناف المسار السياسي. هم يتذرعون بأسباب مختلفة، يختلقون أعذار حتى لا يدخلوا في أي نقاش يتعلق بجدول الأعمال. بإمكانهم أن يناقشوا كل ذلك على طاولة المشاورات، لكن لا يريدون التقدم نهائيا، وهذا شيء محبط، وأعتقد أنه أثر بشكل كبير على المبعوث الخاص، لأنه وجد أنه هناك مرونة كاملة واستنفذت كل الأعذار ولا يوجد تقدم في المشاورات حتى الآن. نعم دكتور، يعني الوفد الحكومي هل على استعداد بالدخول بالمفاوضات السياسية دون عودة السلاح إلى الدولة والانسحاب من المدن؟ لا، يعني هناك أسس للعودة المسار ليس مجالها، يعني لها تكوين ومكونات سياسية وتجري النقاش في وضع طبيعي، عودة الدولة ومؤسسة الدولة والنظام والقانون. أنت الآن لديك معتقلين في كل المدن اليمنية، سجناء رأي، عدم وجود، يعني دولة النظام والقانون انتهكت في عدد من المدن. نعم. تم استرجاع كثير من هذه المدن وكثير من الأراضي، والآن إذا كانت هذه المشاورات ستؤدي إلى العودة واستعادة سلطات الدولة، وكنا واضحين في هذا النقاش، وأعتقد أن السيد إسماعيل ولد الشيخ في نقاشاتنا معه مدرك لكل هذه الأطر، وحتى ما تم عرضه فيما يتعلق بالإطار العام هو يجري تحت المرتكزات الأساسية، فنحن ليس لدينا قلق في نقاش كل هذه المحاور. نعم. لكن في إطارها الطبيعي، وليس تقديم أو محاولة التذاكي للوصول إلى محور قبل الآخر. نعم دكتور، كنتم قبل قليل في اجتماع مع المبعوث الأممي، ما الذي خرج به هذا الاجتماع؟ هو لتبادل وجهات النظر حول أمور طرحت هي في جدول الأعمال وأقرت في بيل حول الإطار العام للتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن والترتيبات الأمنية، وما هي الأطر أو الأفكار أو الأسئلة التي ممكن تجيب عليها الأوراق التي ستقدم من كل طرف. وهذه الرؤى أعدت من قبل الحكومة في يناير، وكنا مستعدين لجولة في يناير أو فبراير، لكن أيضا حدثت مماطلة من الطرف الآخر ومحاولة للتملص، هناك محاولة للهروب من أي مشاورات سياسية من الطرف الآخر. وعندما جاء إلى الطاولة مجددا حاول لأيام أن يبتعد عن أي نقاش في هذه المشاورات. كما عرض من أو ما تم النقاش فيه مع السيد إسماعيل ولد الشيخ يتعلق بالإطار العام، وهو من نفس يعني في صلب أجندة بيل المتفق عليها. نعم دكتور، إذا ما استمرت الميليشيا في المماطلة، ما الخيار الذي ستتخذونه أنتم؟ هل ستبقون منتظرين في الكويت أم ماذا بالضبط؟
هي فرصة هامة لا ينبغي إفشالها، ويعني إذا ظل الطرف الآخر يحاور نفسه علينا أن ننتظر ونرى ما هو موقف المجتمع الدولي، ماذا ستنتج الضغوط، لكن من جانبنا نحن جاهزون للتقدم متى عاد الطرف الآخر إلى الطاولة. لا نريد أن نسجل مواقف أو نقاط، هناك نزيف للدم اليمني، ونحن لا أعتقد كما شرحت لك لا يوجد تنازلات، هناك مرونة لكن لا يوجد تنازلات، لأنه المحددات واضحة، القرار لغته واضحة، المرتكزات والمرجعية الخاصة بالقرار واضحة، فليس هناك ما أخشى في هذا الموضوع. نعم دكتور، الكثير يطرح آمال كثيرة حول هذه المباحثات في الخروج بالأزمة اليمنية إلى طريق واضح. هل سيتم هذا بالفعل بنظركم، أم أن يعني الأمل ضعيف في ظل الواقع القائم حاليا؟ يجب أن تعطى كل فرصة حقها. كما قلت نحن كنا جاهزون في يناير وفبراير، لكن الطرف الآخر تعنت. لا يوجد طرف للأسف هو يبدي للعالم أنه جاهز وأنه موافق على تطبيق القرار 216، وإذا ما كان موافقا على ذلك ما الذي يحدث الآن في البيضاء أو تعز؟ ما هو عنوان تواجده هناك وقتاله في هذه المناطق الذي حدث لمواطن مثل بشير شحرة في إب؟ نعم. يعني يوضح أنه على الأرض أن هذه الميليشيات لم تنهج المسار السلمي بعد، لكن من المهم أن يرى العالم ذلك. العالم هنا موجود، الدول الراعية، سفراءهم، ونحن يعني هذه المشاورات لتنفيذ القرارات 216، وعليهم أن يروا بشكل واضح وجلي من هو الطرف الذي يعرقل التقدم. نعم، إذن الدكتور معين عبد الملك عضو الوفد الحكومي المفاوض في الكويت، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من الكويت رئيس منتدى الجزيرة للدراسات الدكتور نجيب غلاب. مساء الخير دكتور. يا مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور. حتى اللحظة لا تزال محادثات الكويت تراوح مكانها، ويبدو أنه لا أفق للبدء في المفاوضات في ظل استمرار التعنت من قبل الميليشيا. إلى أين تمضي هذه المحادثات برأيك؟ هذه يعني المؤشرات واضحة أن الحوثية أتت إلى الكويت لكي تفشل هذه المشاورات، لكنها لا تريد أن تتحمل نتائج هذا الفشل، وبالتالي هي تحاول أن تراوغ وتناور وتتهرب وتماطل. نعم. وتثير الإشكاليات المختلفة، وهي ليست واضحة لأنه لديها أجندة أخرى لا علاقة لها بمقررات مجلس الأمن. هي أتت ولديها يعني مخطط واضح أن بالإمكان إعادة إنتاج الإنقلاب من خلال هذه المشاورات، وأن لم يكن فلتفشل، وبالتالي هم غير مبالين حتى بفشلها. هم يديرون الآن المعركة في الداخل بأساليبهم التقليدية، وهي الإضاءة والإذلال واستمرار يعني استمرار إخضاع بقية المناطق ومحاصرة المدن، والاستمرار يعني في ممارسة الاعتقال والقتل الميداني. نعم. وفي الخارج أتوا إلى الكويت، وهدفهم بشكل أساسي تحويل هذه المفاوضات إلى عامل إسناد ودعم للانقلاب ليس إلا، وبالتالي هم يريدون من مقررات مجلس الأمن أن تصبح يعني عبارة يعني يحاولوا أن يفرغوها من محتواها. نعم. وينتقلوا إلى العملية السياسية وبناء الشراكة، بمعنى أو بآخر أنهم أتوا إلى الكويت بهدف أساسي. هذا الهدف يركز على إداء شرحنة الإنقلاب من خلال مقررات مجلس الأمن، ومن خلال الإرادة الأممية، وأيضا من يعني بموافقة الشرعية ودول التحالف العربي. هذه الطريقة في إدارة المفاوضات أنا أعتقد أنها ساذجة، ولكنها بشكل أو بآخر يعني تمارس ضغوط كاملة اليوم باتجاه واحد، هي تريد إن لم تصل إلى العملية السياسية بحيث يتم شرعنة الإنقلاب، ثم تتحدث عن مناقشة الأمور الأخرى أو البنود الأربعة الأخرى في فترة لاحقة، بمعنى أنها تريد أن تثبت وتجذر وتشرع للإنقلاب، ثم بعد ذلك
يعني سيتم مناقشة الأمور الأخرى، وهي والجميع يعني في يعني وهناك عملية سياسية تجري، والميليشيات موجودة ومسيطرة على الدولة، والسلاح ما زال بيدها، والمعتقلين ما زالوا في السجون، ويعني المدن محاصرة. ما الذي حدث؟ لم يحدث شيء. وبالتالي أنا من وجهة نظري أنه الحكومة هي لا تريد أن تتعامل، الحكومة الشرعية والمفاوضة اليمني المفاوضة الشرعية اليوم لا يريد أن يتخذ قرارا حاسما، رغم إدراكه ويقينه الكامل أن الحركة الحوثية لا تريد أن تصل إلى حل يعني يطبق ما تم الاتفاق عليه. وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية عليها أن تصبر وتتأنى وتتحمل، لأن الحركة الحوثية بالأخير لن تقدم التنازلات المفروض أن تقدمها. نعم. يعني مقررات مجلس الأمن. نعم. وزير الخارجية أيضا دكتور قال أن وفد الميليشيا كل همه في هذه المحادثات أن يتوصل إلى إيقاف غارات التحالف وليس إنهاء الحرب. كيف يمكن التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الحالة؟ هذا الهدف الأساسي اليوم الحوثية التي يعني المتحكم يعني بوعي أطراف الانقلاب، هم يريدوا الآن يعني تهدئة شاملة وإيقاف إطلاق النار وبالذات الطيران. هذا الهدف الأساسي لو وصلوا إليه يعتقدوا أنهم بالإمكان أن يعيدوا ترتيب صفوفهم، أن يتوقف ضغط المقاومة الشعبية والجيش الوطني عليهم، يعني ثم فتح مشاورات في فترة لاحقة، ربما خلال هذه الفترة يبدأوا في التمدد والتوسع في مناطق كثيرة يثيروا كثير من المشاكل والاضطرابات، يحاولوا أن يقسموا الصف الشرعي ويثيروا الإشكاليات والمشاكل داخل حكومة الشرعية عبر أدواتهم، ولهم أدوات كثيرة، أو محاولة خلق يعني حلول وسطية خارج إطار مقررات مجلس الأمن من خلال إبراز تيارات أخرى تمثل يعني بشكل أو بآخر يعني نوع من التوافق لا هم مع الشرعية ولا هم مع الانقلاب. نعم. وهذا الوضع وخلق هذا التيار الجديد في فترة لاحقة هدفه إرباك المشهد اليمني كله، بحيث تصبح هناك أطراف متعددة ومتنوعة، وبالتالي تصبح مسألة الانقلاب مسألة والسيطرة على الأمر الواقع مسألة لا يمكن أن تحل ما بين شرعية وانقلاب. يعني لديهم مخططات كثيرة، أما المخطط الأهم بالنسبة لهم اليوم هم يحاولوا أن يركزوا على العملية السياسية وعلى مسألة الوصول إلى الحل السياسي، العملية السياسية والشراكة، ثم إيقاف إطلاق النار. هذا الشرطين الأساس هذا الشرطين يعني هذا البندين الأساسية هي بندين أساسية، لكن مآلاتها ونهايتها في حالة تم تطبيقها فقط دون خلع السلاح ودون الانسحاب من المدن ودون استعادة مؤسسات الدولة. نعم. أنا أعتقد أن هذا كامل سيجذر الانقلاب. هل سيعطيهم المجتمع الدولي ذلك وأيضا يعني الوفد الشرعية؟ الوفد الشرعي واليوم الحكومة الشرعية تدير معركتها وفق استراتيجية جديدة نعتذر مشاهدينا لرداءة الصوت وعدم قدرتنا لسماع الدكتور نجيب غلاب. سينضم إلينا الآن ضيفنا ريثما يعود الاتصال مجددا، سينضم إلينا الآن الخبير العسكري العميد حسن الشهري. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور سيادة العميد. يبدو أن مباحثات الكويت في طريقها للفشل، كيف تعتقد أن التحالف يفكر إزاء هذا الأمر؟ يبدو أن الفشل يطل برأسه من قصر بيان بسبب الانقلابيين، هم
لا يحاوروا عن الشعب اليمني وما يحاوروا عن مصالح ضيقه بالنسبه لهم، يحاوروا نيابه عن القاعده وما يحاوروا نيابه عن ايران. وفد الحكومه الشرعيه اتى يحاور نيابه عن الشعب اليمني لتحقيق متطلبات السلام. كنا نتمنى من مندوب الامم المتحده ان يلقي باللائمه مباشره وبوضوح على وفد الحوثيين بأن الحكومة ملتزمة بمطالبات السلام، والحوثيين على عكس ذلك. يجب أن يفهم المجتمع الدولي والمراقب المحلي واليمني ما يحصل في قصر بيان بالكويت. نعم. الحوثيين القرار ليس بأيديهم، لا يوجد معهم مستشارين من لبنان أو من إيران، هم بمفردهم لا يستطيعون يتخذون القرار، ليس لديهم إدراك وإحساس بالمسؤولية للشعب اليمني. نعم دكتور، يعني تعتقد يعني ما هو موقف التحالف في حال فشلت هذه المفاوضات؟ كيف سيتعامل مع المرحلة القادمة؟ والله أعتقد يا أخي الكريم بصفتي مراقب عسكري أنه إذا لم تتحقق متطلبات السلام في الكويت بعد النجاح الذي تحقق الآن، هو ما أغبك المشهد بالنسبة للإنقلابيين وهزيمة القاعدة خلال اليومين الماضية، أنا أعتقد أنه سيعاد تشغيل مكنة الآلة العسكرية وهي الصوت المناسب لمثل هذه المرحلة، إن لم يخضع الانقلابيين لصوت الحكمة والسلم. نعم دكتور، يعني الموقف الدولي كيف يبدو هذه اللحظة مع استمرار تهرب الميليشيا من التزاماتها في الكويت؟ أعد السؤال لأن الصوت يتقطع أستاذ شادي. كنت قلت دكتور يعني الموقف الدولي كيف يبدو هذه اللحظة مع استمرار تهرب الميليشيا من التزاماتها في الكويت؟ الموقف الإقليمي على الأقل العربي والإسلامي مع الشعب اليمني ومع الحكومة الشرعية، مع الأسف الموقف الدولي متبرد. مندوب الأمم المتحدة لم يستطع الآن إلى الآن وخلال 9 أيام لم يحقق شيء إلا أن جلب الوفدين إلى الكويت، ولكن لم يحقق شيء على الطاولة. نعم. لديه مرجعيات ثابتة ومعتمدة. الموقف الدولي هو يمثل ولد الشيخ، الموقف الدولي في مجلس الأمن، وبالتالي نأمل من الدول العضوية كانت العضوية في مجلس الأمن أن يكون لها دور حيال العمل السياسي في الكويت. وقد كنا متفائلون بأنه صدر تصريحات من الأمم المتحدة من المجتمع الدولي بشكل كامل ترحيبا بهذه الاجتماعات، وهذا ما ترك بعض المحللين والقيادات العربيه والتحالف والقياده اليمنيه الشرعيه ان تلقي بكل ثقلها باتجاه السلم. نعم دكتور، يعني في حال فشلت هذه المفاوضات هل ذلك سيؤثر على التقارب الذي شهدناه مؤخرا بين المملكه وهذه الميليشيا؟ كل شيء وارد، طالما لم يلتزموا بمتطلبات الشعب اليمني فلن يلتزموا بمتطلبات اي شعب اخر. هم يسعون لمصالح خاصه، السعوديه قبلت لان ليس لديها مطامع في اليمن، وبالتالي حدودها تكون امنه، والمتضررين من اهالي صعده والمناطق المجاوره لها يستفيدوا من الخدمات الانسانيه، وبالتالي السعوديه قبلت الوساطه القبليه ولجها وعملت على ذلك. والخاسر في النهايه الحوثيين، قتلاهم بالالاف على الحدود. نحن لم نخسر، لم ندخل حرب. العمليه عمليه اداره، عمليه عسكريه في عمليه دون مستوى الحرب. الى الان لم تدخل المملكه والتحالف في حرب عسكريه نظاميه، هي تقوم بمحاوله اعاده الشرعيه وفرض السلم في اليمن. نعم. تبعا لمتطلبات الشعب اليمني والقياده اليمنيه. تكرم بالبقاء معنا سيادة العميد حسن الشهري. سنعود إلى ضيفنا الآخر الدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، تستمر الميليشيا في عرقلة كل مساعي جهود السلام وكأنها تستند إلى موقف داعم لها من الخارج. باعتقادك هل هذا فعلا هو ما يفسر موقفها وعدم التزامها بأي من الاتفاقات السابقة؟ لا، شوف، هناك دعم من الإقليم ومن العالم والشرعية وهم لا بهذه، لكن هم لديهم خوف من مسألة استمرار الحرب حتى لا تتوسع الحركات الإرهابية كالقاعدة. لكن اليوم الاستراتيجية اعتمدتها الحكومة الشرعية والتحالف هو محاربة القاعدة وضربها في أماكن موضوعها، سواء في المقلة، في لحج، في أبين، وحققوا انتصارات كبيرة. وهذا أسند المفاوض اليمني اليوم في الكويت، وأرسل رسالة واضحة للعالم كله
أنه لا يمكن لهذه الحركة الحوثية وأطراف الأنقاذ أن تواجه الدولة، بل أن استمرار خطاف من الأسباب الرئيسية لنمو الإرهاب في اليمن. وبالتالي اليوم ستجد أن أطراف الانقلاب في ورطة، هم يتعاملون اليوم مع الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الإرهاب وضربة في أماكن تموضعة، وكأنه حالة عدوان. نعم. بالتالي لأنه كان الإرهاب هو الوجه العملة التي تخدم الانقلاب. اليوم أنا أعتقد أن العالم سيصل إلى إقناع أن مسألة إسقاط الانقلاب إن لم يكن عبر مقررات مجلس الأمن، أعتقد أنه سيتم تفعيل العمل العسكري، وربما تتخذ إجراءات أشد وطأة تحت البند السابع وضع ثانيا، أو على يعني أو موقف العالم سيتغير مع هذه الانتصارات التي حدثت الجيش الوطني في حضرموت وأبيان ولحج. نعم، أشكرك الدكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. نعود مجددا إلى سيادة العميد حسن الشهري. سيادة العميد، يعتقد أن هناك ضغوط دولية على التحالف تمنعه من التقدم باتجاه صنعاء وبقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين. يعني سيادة العميد، وإن يعني هذه التحالف والقوات الحكومية اتجهت إلى طريق طرد القاعدة من عدد من المحافظات التي كانت تسيطر عليها، يعني ما مدى اتفاقك يعني إنه هذه الضغوط هي تعتبر ضغوط دولية على التحالف، بحيث أن التحالف اتجه مع القوى أو مع الحكومة لطرد عناصر القاعدة من هذه المحافظات حتى يتمكن من إسقاط يعني الانقلاب نهائيا، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ لدى المملكة والدول العربية والإسلامية استراتيجية واضحة للعيان، محاربة الإرهاب في كل مكان، الاستثمار في البيئة اليمنية ونجاح القوات المسلحة اليمنية والتحالف والهدوء الحاصل الآن المتفق عليه لتفكيك الهدنة أعطى فرصة للانتشار، ولما قدم ما قام به القاعدة من استغلال البيئة الموجودة والانتشار والتمدد بأعداد كبيرة جدا على بدلا وعلى المشهد. لذلك كانت الاستثمار الوقتي مثل هذه الحالة والقيام بعمل عسكري مفاجئ، وخصوصا في المكلة عمل عسكري جيد ويقدم خدمة جميلة للشعب اليمني، وبالتالي أيضا يصيب الانقلابيين في مقتل، لأنه القاعدة هي الوجه الآخر للانقلابيين. نعم. وأنا أعتقد أنه أحد أسباب تردد وتلكؤ الحوثيين وأنصار المخلوع علي عبد الله صالح في مباحثات الكويت من أحد أهم أسبابها هو خسارتهم لشريكهم في الميدان الذي يقوم بأعمال عدائية ضد الشعب اليمني وغيره. لكن سيادة العميد، من الواضح أن قوات الميليشيا لا تزال تمتلك قوة، خصوصا القوة الصاروخية التي أطلقت عددا من الصواريخ خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه المملكة، هل تعتقد أن هذا سيؤثر على أي توجه باستكمال الحرب من قبل التحالف خلال الأيام القادمة؟ ما بدأ أستاذ شاب عفية في مارس سيستمر، لم يكن في الحكمة طاولة مكان في طول الدين العمل أي عمل مر، وإذا توقف أعمال السلمية فترى أنت يمني فلن ترى العسكري ما الكويت يشابه ما بعد، والخاسر الأكبر هم قد خسروا الناس ولم أمامهم إلا السلام، فإذا خسروا خيار خسروا كل مقومات ما يعطيهم شريك حجمهم في السياسة اليمن. نعم، إذن أشكرك العميد حسن الشهري، كنت معنا من الرياض الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. نشكر في الختام ضيوفي الدكتور معين عبد الملك عضو الوفد الحكومي المفاوض في الكويت، وأيضا الدكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة.
للدراسات، وأيضا أشكر العميد حسن الشهري الخبير العسكري كان معنا من الرياض، وأشكر جميع طاقم العمل وفي الإعداد الزميل كمال حيدرة، كما أشكركم أنتم على كرم المتابعة. حتى الملتقى، في أمان الله.